والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ منورين قناه المكتبه تك. معاكم محمد. فيديو جديد هنتكلم فيه عن ساعه من الساعات اللي توفرت مؤخرا في السوق المصري. طبعا هي ساعه بقى لها فتره متوفره عالميا، ساعه من الساعات الاصليه بالفئه الاقتصاديه. كنا اتكلمنا عن فيرجن سابق ليه، شوقتكم. هنتكلم النهارده عن المي برو لايت. من عنوان الفيديو شايفين المفاجآت اللي الساعه دي بتقدمها. ساعه اصليه بالفئه الاقتصاديه توفرت في السوق المصري. خلينا نشوف الساعه تقدم لنا ايه وايه الجديد اللي فيها. يلا بينا. عملنا قبل كده فيديو عن الميبرو، كانت الميبرو اير ساعه جميله جدا، لكن كان ينقصها شويه حاجات. كانتش تدعم اللغه العربي، كانت مواصفاتها متواضعه حبتين، كان السوفت بتاعها متواضع نسبيا. بقالنا 4 ايام بنجرب الميبرو لايت، ساعه محترمه جدا جدا، تميز بمواصفات كتيره جدا وعيوب قليله جدا. النهارده نتكلم عن الساعه الميبرو لايت، وهنقسم الفيديو لعده اجزاء اساسيه. لو انت مره اتفرج عليها ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب للقناه، لو الفيديو عجبك ادينا لايك الجميل، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد في عالم السمارت ووتش بشكل خاص، اكسسوارات الموبايل بشكل عام. قبل ما نبدا الفيديو، احنا بنقسم الفيديو دايما لاجزاء اساسيه. اول جزء بيكون العلبه محتوياتها، ايه اللي جوه العلبه وايه اللي مكتوب عليها بره، التفاصيل بتاعه العلبه والمكونات. بعد كده بنفتح الساعه وبنتكلم عن التفاصيل اللي جوه الساعه، السوفت، المكونات الداخليه، المقاسات، الحجم، الديزاين. ثالث جزء بنتكلم عن البرنامج وهنربط الساعه ازاي بالموبايل وهنستفاد ايه لما نربط الساعه بالموبايل. واخر جزء في الفيديو بنتكلم عن الخلاصه، بنقول راي عام عن الساعه، بنجيب الايجابيات والسلبيات نحطهم جنب بعض وبنقول لك السعر بتاع الساعة. فيلا بينا نبدأ أول جزء في الفيديو. يلا بينا. هنبدأ دلوقتي بأول جزء من الفيديو، نتكلم عن العلبة ومحتوياتها. زي ما احنا شايفين في العلبة، ادي شكل الساعة، مكتوب هنا ميبرو اسم الشركة، وعندنا الموديل ميبرو لايت. الساعة اللي معانا هي الميبرو لايت. طبعا الحاجة الجميلة جدا ان هي الشاشة أمولود. عندنا بداية بدأنا دلوقتي في الساعات الأصلية في الفئة الاقتصادية، بدأ يجي لنا حاجات شاشة أمولود، حاجة ممتازة جدا هنكتشفها مع بعض دلوقتي. لما تبص على الكتب هي مكتوب ان هي سبورت تراكنج، فيها تدعم الوضع الرياضي، وفيها ان هي قياس نبض القلب، فيها الاكسجين في الدم، وان الساعه اي بي مقام الماء بمعيار 8.6. عندنا هنا في الظهر شويه مواصفات تقنيه عن المنتج، مكتوب هنا الساعه ميبرو لايت اسم الموديل، وان هي 5.0 فيرجن البلوتوث، وكمان شغل اندرويد من اول 5.0 والاي او اس من اول 10.0. مكتوب هنا المكونات بتاعت العلبه، الساعه والجايد او المانوال السريع واليوزر مانوال بقى اللي هو الشرح التفصيلي والشاحن. ده بالنسبه للعلبه وشكلها. نفتح العلبة بقى مع بعض. اول حاجه بيقابلنا في العلبه هو شكوى الساعه. فادي الساعه زي ما احنا شايفين كده، طبعا الغلاف برضو مكتوب عليه املود. نرجع لها دلوقتي ونتكلم عنها بالتفصيل. عندنا بعد كده هنا ده الجايد السريع اللي بيتكلموا عنه، بيعرفك كويك جايد، بيعرفك ازاي تربط الساعه والكيو ار بتاع البرنامج، شويه تفاصيل بسيطه كده عشان ازاي تربط الساعه. عندنا هنا ادي قاعده الشاحن. طبعا بقى ساعات اصليه بيبقى الشواحن بتاعتها مختلفه شويه، جايه مختومه اهو بكلمه ميبرو. واخر حاجه عندنا في العلبه وهي بقى اليوزر مانوال الكبير اللي فيه تفاصيل الكاملة عن الساعة. ده بالنسبة لكل محتويات العلبة. نخش على الجزء الثاني ونتكلم عن السوفت وير ومواصفات التقنية. فيلا بينا. هنتكلم دلوقتي عن المواصفات التقنية بقى والساعة من جوه وتفاصيلها وايه اللي فيها وكده. فنشيل بقى الكفر ده من هنا. زي ما احنا شايفين ادي شكل الساعة بالتفاصيل المملة. مع الساعة فيها شوية اوبشن وشوية مواصفات ممتازة جدا جدا، نعرفهم دلوقتي مع بعض. تعالى كده على المواصفات التقنية الاول. زي ما احنا تعودنا دايما نجيب المواصفات على طول ونقولها لكم من على الويب سايت الخاص بالمنتج. ادي بالنسبه للمواصفات التقنيه بتاعه الساعه، بيتكلموا في ان هي عرض الساعه 43 ملي، وعندك سمك 9.8، احنا هنشوف ده دلوقتي بشكل فعلي. طبعا تيجي بستراب 20 ملي. من الحاجات المهمه جدا عندنا ان الديسبلاي او الشاشه 1.3 انش، طبعا شاشه املود. طبعا ده اكبر ميزه في الساعه ان الشاشه بتاعتها املود، والبطاريه بتاعتها 23 ملي امبير، استخدام متواصل 8 ايام، استخدام متوسط 10 ايام، بلوتوث 5.0، قام المايه بمعيار اي بي 68 فعليا اي بي 68. طبعا الساعه بتيجي وزن خفيف جدا 48 جرام. لما نيجي نشوف سمك الساعه فعلا، فزي ما احنا شايفين هو سمك الساعه زي ما هم كاتبين في الويب سايت بالظبط 9.8. عندك الطول بتاع الساعه زي ما هم كاتبين برده 43، وعندك العرض بتاعها 43 برده زي ما هم كاتبين. هروح اشوف الوزن كده، يعني وزن الساعه يعتبر 49 جرام، مش عارف هيبقى باين ليك ولا لا، 50 جرام بالاستراب كده. احنا اتكلمنا عن المواصفات التقنيه الاساسيه بتاعه الساعه. نتفرج بقى على شكل الساعه. ده الاستراب اللي بيجي معاها، استراب سيليكون، استراب خفيف جدا
ومرن جدا ومريح جدا في اللبس. اي سواي نعم بيلم كده زي بياض كده من العرق، لكن هو في المجمل استراب شيك جدا، وتقدر انت تغير الاستراب بمنتهى السهوله. مقاسه اهو 20 مللي، نقدر ان احنا نركب اي استراب بنفس المقاس ده بطريقه سهله جدا. طبعا مكتوب هنا كلمه ميبرو على الساعه، تفصيل من التفاصيل الحلوه. زي ما احنا شايفين ادي شكل الساعه عندنا هنا كده، في اربع خانات كده بيدوا شكل حلو جدا للساعه. وعندنا هنا ادي البادي بتاع الساعه من خامات الميتال، والظهر عندنا برضو خامات الميتال والبلاستيك بالنسبه لكل الساعه. نفتحها بقى مع بعض بالضغطه طويله بالشكل ده كده، وادي الساعه لما بنفتح اول مره بنفتح فيها الساعه بننزل البرنامج الاول وبنسكان كيو ار للبرنامج او بنربط الساعه بالبرنامج على طول عشان تبدا تشتغل. انت اول مره محتاج ان انت تربطها بالموبايل. طبعا ادي الشاشه بتاعه الساعه، وباين قوي ان الشاشه الاملود بقى، فما تلاقيش فرق السواد كبير ما بين الخلفيه وما بين اضاءه او بين الحواف بتاعه الشاشه. هو ده ميزه الاملود، ان انت في الاخر بتلاقي الخلفيه ما بيبانش فيها السواد ما بين الاضاءه وما بين الساعه زي ما انت شايف اهو. ايه رايك؟ ادي ميزه من المميزات الجميله جدا في الساعه اللي معانا ان هي بتدعم اللغه العربيه. كنا اتكلمنا قبل كده عن ساعه ميبرو، كانت الميبرو ميبرو اير ما كانتش بتدعم اللغه العربيه، فعندنا من الحاجات الجميله جدا ان الساعه المره دي بتدعم اللغه العربيه بشكل كويس جدا. طبعا الساعه عندنا بتدعم مجموعه كبيره من الخلفيات. الساعه نفسها عليها حوالي 1 2 3 4 5 والواجهه اللي احنا بننزلها من برنامج 6 خلفيات، والبرنامج بيدعم مجموعه كبيره جدا من الخلفيات هنشوفها لما نخش على الجزء الخاص بالبرنامج. لما نسويب ناحيه الشمال كده بنخش على الشاشات الجانبيه، اول حاجه فيهم نبض القلب. طبعا نبض القلب ما بيقس خالص وهي على الهواء، يعني لو انت حاطط الساعه على الهواء ما يديلكش اي قياسات، لكن بيديك قياسات بشكل فعلي لما تيجي نلبس الساعه وتعالى دلوقتي نجربها ونقارنها بالاكسوميتر ونقارنها مع المجهود. فتعالى نشوف. طبعا من الشروط المهمه لما تيجي تست قياس الساعه انك لازم تكون سايب صابع ما بين ايدك وما بين الساعه، فاحنا خلاص اهوت كده لبسناها بشكل كويس وهنقارنها بالاكسوميتر. طيب زي ما احنا شايفين اهو ادي قرايه الاكسوميتر 90 وادي الساعه 90 برضو. تلاقي الاكسوميتر بقى عمال يقيس لان هو بيقيس بشكل اسرع، دي بتقيس على مدار كام ثانيه، فهو 89 اهوت او 90 زي ما احنا شايفين 92. هنلاقي الساعه برده متقاربه جدا في القياس 90 و91 برده. خلينا بقى نشوفها في المجهود، هو ده المقياس الاكبر، فهنعمل شويه مجهود بسيطه كده ونرجع نقارن القياس مره ثانيه. في القياس بعد المجهود زي ما احنا شايفين اهو القياس عمال يزيد، نفس الكلام برده الاكسوميتر القياس فيه زايد. الاكسوميتر بيقيس اسرع شويه القياس، لكن هي الساعه بتاخر شويه زي ما احنا شايفين اهو. القياس مثلا بدا الجو يهدى اهو، النبض بدا يقل، لكن الساعه لسه هتقل بعديها بشويه. القياس بدا يتقارب اهو 104 105. فالشاهد يعني من تجربه القياس بعد المجهود ان الساعه قيس بشكل فعلي. من الحاجات الجميله جدا ان هي بتجيب لك القياس على مدار الساعه، فبتجيب لك اعلى قياس في اليوم واقل قياس وزي ما انت شايف على مدار اليوم القياس بتاع النبض. بعد النبض عندنا تزامن طقس، وعندنا تزامن بتاع الطقس بتدينا درجه الحراره الحاليه والدرجه العظمى والصغرى بتاعت اليوم، وكمان بتدينا تزامن لدرجات الحراره في الايام اللي جايه ثلاث ايام بعد كده. بعد كده عندنا بتدينا بيانات اليوم، مشينا قد ايه النهارده، مشينا وقت قد ايه، عملنا كام، بيانات اليوم من سعرات حراريه وكام خطوه ومسافات. بعد كده عندنا التحكم في الساوند اللي شغال بشكل كويس جدا واللي هنشوفه في الجزء الخاص بالبرنامج. بعد كده عندنا هنا قياس جوده النوم، نمنا كام ساعه نوم خفيف وكام ساعه نوم عميق، وتحليل بتاع طول الاسبوع كنت عامل فيه ازاي. ده بالنسبه للشاشات الجانبيه كده، احنا خلصناها كلها. ده شكل الاول زوند ديسبلاي يا جماعه، عايز اقول لكم ان من اجمل المواصفات اللي فيها، فيها اول زوند ديسبلاي بالشكل ده، مجرد ما احنا نفتح الساعه بقى شكلها كده. حاجه على جنب كده. طيب لما بنسوايب بقى ناحيه اليمين كده بيخش بيجي لنا برده شويه بيانات كده عن يعني شويه حاجات عن الساعه، منها الويزر، منها نبض القلب، منها الاكسجين في الدم، منها البيانات اليوميه اللي احنا عملناها، كم سعر حراري، مشينا كم خطوه، الكلام ده. لو عايزين نخش على السيتنج بشكل اسرع، وكمان هنا عندنا لو عايزين نشغل المؤقت، واخر حاجه لو عايزين نقيس قياس نبض القلب. ده بالنسبه لما بنسوايب ناحيه اليمين. لما نطلع لفوق بنخش على الاشعارات اللي بتيجي طبعا بشكل عربي، ودي اول ساعه ميبرو اعمل لها ريفيو بتدعم اللغه العربيه، فالعربي شغال بشكل كويس، واول ما بنفتح الاشعار خلاص بيتمسح طبعا، وفيها معظم البرامج اللي احنا نشوفها في الجزء الخاص بالبرنامج. ادي الشاشه الخارجيه، بنخش على القائمه من خلال الزرار هنا ده كده، بنضغط كده بنخش على القائمه زي ما احنا شايفين. وادي القائمه، ادي اول حاجه المود الرياضي، فيها مجموعه كبيره من الالعاب الرياضيه، اكتر من 25 مود رياضي ممكن نلعبهم واحنا لابسين الساعه. مجرد ما احنا بنفتح المود الرياضي بيجي لنا بالشكل ده، وبنبدا ان احنا نعمل جو، وبيجي لنا بنلعب بقالنا قد ايه، حرقنا كام سعر حراري، ايه النبض عامل ازاي، ونقدر ان احنا
احنا جوه المود الرياضي نتحكم في الساوند او ان احنا نقفل المود الرياضي من خلال الخروج بالشكل ده. بعد كده عندنا هنا بيانات اليوميه برضو الحاجه اللي حصلت النهارده اللي احنا شفناها من شويه. بعد كده عندنا معدل ضربات القلب، الاكسجين في الدم، خلينا نقيس برضو الاكسجين في الدم ونشوف مقارنته بالاكسيميتر عامله ازاي. زي ما احنا شايفين ادي القياس في الساعه وادي القياس على الاكسيميتر، يعتبر حاجه واحده، 98 وهنا برضو 98. طبعا لما نطلع لفوق بالشكل ده بيجيب لك برضو القياس على مدار اليوم. بعد الاكسجين في الدم عندنا تقارير النوم اللي احنا شفناها برضه. عندنا كده عندنا الضغط، زي ما احنا متعودين ما عندناش حاجه نقارن بيها الضغط، لكن هو بياخد بيقيس الضغط بناء على معدلات ضربات القلب، لكن ما عنديش حاجه اقارن عليها الضغط بيقيس كويس ولا لا. بعد كده عندنا هنا اوبشن الحد من التوتر اللي هو انت بتبدا تشغل الوضع ده كده وبتركز على نفسك ومع الشهيق والزفير بتعمله مع الدايره دي، بتاخد شهيق ولما الدايره تقفل تبدا تاخد زفير، هو بيقول لك اهو تعمل ايه. بعد كده عندنا التحكم في الساوند، وعندنا عندنا البحث عن الموبايل اللي بتقدر تعمله من خلال الساعه. بعد كده عندنا هنا الاشعارات او الرسائل النصيه اللي احنا شفناها، في كمان الاله حاسبه موجوده والاله حاسبه برده شكلها مميز جدا. بعد كده عندنا الويزر، وبعد كده عندنا الضبط. الضبط فيه بقى ان انت تتحكم في الويك اب، يعني كده الساعه ما عادتش تنور او تفتحه، فلما الساعه تقفل تبدا انت تشغله مره ثانيه. وبعد كده عندك هنا اعدادات للتشغيل وقت الدايم اللي هو الويلز اون ديسبلاي. الويلز اون ديسبلاي بيشتغل من 3 دقائق ل 20 دقيقه، فانت تتحكم محتاج الويلز اون ديسبلاي يكون لمده قد ايه. بعد كده عندنا التحكم في السطوع او درجه اضاءه الشاشه. بعد كده عندنا التحكم في وقت السطوع، يعني لما تكون الساعه منوره تفصل بعد قد ايه. عندنا هنا اوبشن التسكير بالصحه، فانت بتقدر من خلال الساعه تفتح اوبشن تسكير بالجلوس، تسكير بشرب الماء، وتفتح اوبشن تسكير بالتمارين، وتسكير بالدواء. كل الحاجات دي انت بتعملها من خلال البرنامج، وتسكير بالقراءه، تسكير لو عندك رحله، كل الحاجات دي تقدر تعملها من خلال البرنامج. بعد كده عندنا هنا تحذير معدل ضربات القلب، فانت بتبدا ان انت تحدد له اوبشن ان انت بعد رقم معين ان ضربات القلب يديك زي تنبيه، ويديك في السكون تنبيه برضو انت عايز اقل ضربات قلب تجيلك تبقى كام. والله حاجه كويسه جدا، يعني ساعات اول مره نشوف ساعات بتديك اوبشنز كتيره كده في التسكير بمعدل ضربات القلب. يعني عندك وضع رياضي، وضع راحه، وضع سكون، دي كلها تسكير بي لو الارقام جت بخلاف اللي انت قايل للساعه دي. عندنا التحكم في اللغه، وعندنا الاهتزاز، تقدر ان انت تتحكم في درجه الاهتزاز بتاعه الساعه. وبعد كده عندنا هنا اوبشن بدون الازعاج، بتشغله انت في اوقات معينه وبتقفله في اوقات معينه او بتخليه على مدار وقت معين. بعد كده عندنا هنا الكيو ار بتاع البرنامج، وعندك بعد كده لو انت عايز تقفل الساعه، وعندك لو عايز تعمل ريسيت، وعندك لو عايز تخش على الاباوت، واخر حاجه لو عايز تعمل استعاده لضبط المصنع. كده احنا اتكلمنا عن كل الحاجات اللي موجوده جوه السوفت الخاص بالساعه. اوبشنز جميله جدا، اوبشنز رهيبه جدا، تستاهل جدا سعرها اللي هقول لكم في اخر الفيديو. يعني ان شاء الله نكون خلصنا الجزء الثاني، تعال نخش على الجزء الثالث من الفيديو نتكلم عن البرنامج وهنستفاد من الساعه. فيلا بينا. قبل ما اتكلم معاكم عن البرنامج، الناس اللي متابعاني وبتتفرج عليا باستمرار، احنا كنا بقالنا فتره بنطلع بتاعي. مؤخرا البرامج بتاعه الموبايلات بقت بتشتغل على فيرجنز معينه. يعني مثلا التاب ده كان تاب نوت 3 من فتره كبيره، طبعا بقاله بتاع مثلا 6 او 5 سنين خلاص. لما نيجي نعمل ابديت للبرنامج ما بيرضاش، وتلاقي البرنامج ما عادش موجود اصلا على جوجل بلاي، فما قلناش بنعرف نعمل. فاحنا جبنا موبايل يعني حديث عشان نبدا ان احنا ايه نشتغل بشكل كويس على البرامج. الشاهد يعني من القصه دي انا بقول لك لو موبايلك قديم حاول انك تطوره، او ما تجيبش ساعه غير لما تتاكد ان الساعه دي هتشتغل على موبايلك، لان في ساعات ما عادتش بتشتغل على موبايلات قديمه. واحنا شايفين اول زون ديسبلاي برضه شغال بشكل كويس في الساعه، ومن الاوبشنز الكويسه جدا تاني مره اللي موجوده في الساعه. خش بقى على البرنامج ونتكلم عنه. عندنا الساعه بتشتغل على برنامج المي بروفيت، هو نفس اسم الموديل، هو نفس اسم البرنامج. نفتح البرنامج بالشكل ده كده، وادي الواجهه بتاعه البرنامج. عندنا هنا اول حاجه الصفحه الرئيسيه اللي فيها الاكسجين ومعدل النبضات، وفيها التزامن بتاعه السجل الرياضي ولخ من الخط اوبشنز دي. وعندك هنا البيانات بتاعتك بقى لو انت عايز تعمل بيانات. حاجه عندنا المعدات، ادي كده الساعه واصله 100%، بيجيب لك اهو الطاولات اللي احنا مشيناها النهارده والسعرات الحراريه والمسافه اللي احنا مشيناها. عندك اهم حاجه الخلفيات، الساعه بتدعم مجموعه كبيره جدا من الخلفيات، تقدر انت تحملها من خلال البرنامج بالشكل اللي احنا شايفينه دوت، مجموعه مميزه. تقدر انت تنقل اي خلفيه، وليكن مثلا ننقل دي ونبعتها للساعه ونشوف شكلها يبقى عامل ازاي.
واحنا شايفين اهوت ادي شكل الباك جراوند اللي احنا حملناها. طبعا الالوان شكلها جميله جدا والخلفيات بتبقى شكلها حلوه جدا ايا كان نوع الخلفيه اللي انت هتغيرها. فادي بالنسبه للجزء الخاص بالخلفيات. واحد يقول لي طب انا اقدر انزل صوره شخصيه؟ اقول له اه تقدر تعمل ده بشكل كويس جدا. تخش على اسمها واجهه ساعه وتخش تختار الخلفيه اللي انت محتاجها من على الساعه وتبدا انت تحدد تحكم في شكل الخلفيه عامله ازاي اللي محتاجه وتبدا ان انت تقصه. وبعد كده بتتحكم بقى في اللون لون شكل الساعه او لون الساعه يبقى عامل ازاي. وبتتحكم كمان اخر حاجه في الوضع او مكان الساعه يبقى فوق ولا وسط ولا تحت. وبعد كده بتبعت الخلفيه للساعه. نخش على الجزء الخاص بالاشعارات. فان احنا بنفتح الاشعار بالشكلات ونخش بقى نتحكم. احنا محتاجين برنامج الخاص بالساعه يبعت لنا اشعار البرامج ايه فاحنا بنتحكم من المكان ده. لكن عندنا هنا اوبشن الخاص بالدفع التزامن الطقس، اوبشن الخاص بالتسكير بالصحه اللي احنا شفناه في الساعه بنتحكم برده فيه من خلال البرنامج بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بنفتح اللي احنا عايزينه وبنقفل اللي احنا مش عايزينه. وعندنا اوبشنز كتيره بنتحكم فيها في كل حاجه. بنتحكم في التسكير في الدواء وتسكير بالسفر وتسكير بالحركه. دي كلها حاجات بنتحكم فيها بالاوبشن تسكير بالخاص بالصحه. عندنا منبه نقدر ان احنا نعمل منبه من خلال البرنامج فيضرب في الساعه واحنا لابسينها. عندنا بعد كده اوبشن البحث عن الساعه. لما بنيجي نعمل الساعه بتعمل فايبريشن كده، فلو هي في مكان مكتب ولا حاجه هتسمع صوت الفايبريشن. عندنا هنا اوبشن التقاط الصوره عن بعد، فبيفتح لك زي ما انت شايف كده، بيفتح لك كده هنا اهي الكاميرا وبيقول لك هز الالتقاط صوره. فمجرد ما احنا بنهز ايدنا كده او نهز الساعه قال لك اهو اطلاق ناجح، اطلاق نار ناجح. خش على الاستديو نشوف كده شكل الصوره زي ما هي. الصور اللي احنا صورناها موجوده بالشكل ده. عندنا بعد كده اعدادات اخرى فيها انك لما تقلب الساعه الساعه تنور، او اوبشن تخلي التايم 12 ساعه او 24 ساعه. في تاني مفيش اي حاجه تانيه مهمه في البرنامج كده. احنا قلنا كل حاجه خاصه بالبرنامج. بنعرف من هنا البطاريه فيها قد ايه. تعال نخش يلا كده على الخلاصه ونقول راي عام عن الساعه. يلا بينا دلوقتي هنخش على الخلاصه ونتكلم عن الايجابيات اللي في الساعه والسلبيات اللي فيها، ايه اللي عجبني وايه اللي ما عجبنيش. مبدئيا احنا اشتريناها من على امازون، لو تحت في الديسكريبشن لينك الشراء. فخلينا نخش على الايجابيات اللي عجبتني في الساعه والسلبيات اللي ما عجبتنيش. اكتر حاجه عجبتني في الساعه هو الشاشه. اول حاجه في الشاشه ان هي املو، وتاني حاجه عجبتني في الشاشه ان هي فيها اولز اون ديسبلاي. اي نعم مش اولز اون ديسبلاي زي الساعات الاصليه، لكن شغال بشكل كويس زي ما احنا شفناه في الفيديو، وبيديك لمده تلت ساعه اناره للشاشه. تاني حاجه عجبتني او تالت حاجه عجبتني هو البرنامج مستقر جدا، والبلوتوث كان كويس جدا ومتصل بشكل مستقر او ما كانش بيفصل مع البرنامج خلال فتره الاستخدام. طبعا من الحاجات المميزه جدا برضو اللي عجبتني اللغه العربيه. وليه بقول اللغه العربيه؟ مع ان يعني عادي في ساعات لغه عربي، بس دي اول ساعه جربها من ميبرو تدعم اللغه العربيه، فده تطور كويس للشركه. فحاجه عجبتني ولازم ننوه. بعد كده هنتكلم على البطاريه. البطاريه جميله جدا اللي قعدت معايا في خلال فتره الاستخدام ما نزلتش اكتر من 20% على مدار 4 ايام. عندنا بطاريه ممتازه جدا جدا. الحاجات اللي عجبتني جدا في الساعه ان هي مقاومه للماء بمعيار الاي بي 68. اقدر اغسل بيها ايديا، اقدر اخد بيها شاور، اقدر ان انا استخدمها تحت الميه وانا مش قلقان. وزي ما احنا شايفين في التجربه اللي معانا استخدام الساعه تحت الميه كان فعال. طبعا انا واحد من الناس بغسل ايديا كتير بالصابون وبتاع، فالموضوع بالنسبه لي كانش فيه مشاكل وانا لابس الساعه النيب. بشكل عام دي الايجابيه. لما نتكلم عن السلبيات فاحنا عندنا حاجات قليله. عندنا سلبيات كتير، عندنا الدنيا بسيطه. لاحظت وانا بستخدم الساعه ان التاتش بتاعها بطيء شويه، يعني بلاقي فيها اوقات لازم اضغط بشكل كويس عشان اعرف اتنقل ما بين القوايم وبعضها. فدي نقطه ملحوظه قلت اقولها. تاني حاجه عندنا في السلبيات ان الساعه بتيجي باستراب واحد. الفئه السعريه اللي هي فيها كان يفضل تكون معاها استراب اضافي زي ساعات كتيره زيها. من الحاجات اللي ما عجبتنيش في البرنامج بتاع الساعه ان هو لا يدعم ماسنجر. مين فينا مش محتاج ان الساعه تبعت له اشعارات للماسنجر؟ البرنامج بتاع الساعه لا يدعم اشعارات للماسنجر، ودي حاجه من الحاجات السلبيه اللي موجوده في البرنامج. اخر حاجه عندي في سلبيات الساعه ان هي الخط بتاعها صغير. لو انت نظرك ضعيف او مش بتشوف كويس الخطوط الصغيره هتبقى الساعه دي مش مناسبه لك. انا قلت كل الايجابيات والسلبيات اللي في الساعه. نروح للسعر. اخر حاجه عندنا في السعر هو ان الساعه سعرها على امازون دلوقتي 1250 جنيه. تقدر تشتريها من خلال اللينك هتلاقيه موجود في الديسكربشن تحت. ساعه حلوه جدا، تعتبر هي اول ساعه تيجي بشاشه امولود في الفئه السعريه الاقتصاديه للساعات الاصليه. كان شكلنا خلصنا الريفيو الخاص بالساعه المي برو لايت. انا ما كنتش طولت عليكم، اتمنى يكون الريفيو وضح لك كل حاجه محتاج تعرفها عن الساعه. في النهايه لو انت وصلت معايا الجزء ده فاعمل سبسكرايب للقناه عشان احنا بنطلع جيفاوي باستمرار، وعندنا ان شاء الله التارجت الجاي 50000 هيكون فيه جيفاوي حلوه جدا جدا. لو انت اول مره تتفرج علينا ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه والفيديو عجبك اللايك الجميل، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد في عالم السمارت ووتش بشكل خاص، سوارات الموبايل بشكل عام. معاكم محمد في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.